طبعا اليوم راح تقدم خمس مجاميع الباكجز للاي دبليو بي بي اللي هو اندبندنت ووتر اند باور بروجكت، اللي هو مشاريع المياه والطاقه المستقله. نعم، وهذه اول مره تتم بالكويت، مع ان هذه متبعه في دول الخليج. وهذا المشروع هو عباره عن شراكه ما بين مستثمر استراتيجي اللي هو القطاع الخاص والبابليك سيكتور اللي هو الحكومه، وراح يطرح 50% منها الى الاكتتاب العام للشعب الكويتي او للعامه. هذا المشروع عباره عن توفير طاقه بحدود 1500 ميجا وات. طبعا المشروع عباره عن كونسيشن 40 سنه للكونسورتيوم الفائز. اليوم راح تتقدم هذه العروض الى البي تي بي اللي هو المسؤول عن هذه المشاريع ممثلا عن وزارة المالية. طبعا الأونر راح يكون وزارة الكهرباء. هذا المشروع حسب ما يعني قلنا في خمسة كونسورتيوم متقدمة، اللي هي عبارة عن الشركات أجنبية ضخمة بشراكات مع شركات محلية. أهم هذه أو هذه الخمسة كونسورتيا اللي هي ميتسوي ومعها شركات كويتية، ماروبيني، جي دي اف سويس، ملكوف، واكوا اللي هي شركه سعوديه. واحنا فخورين ويعني سعيدين انه يكون في عندنا جي سي سي كومباني تنافس للمشاريع الضخمه بالكويت. وكم من المفترض ان تكون ملكيه هذا المستثمر الاستراتيجي في نعم. المشروع؟ طبعا الملكية اللي هي 40% راح تكون الاستراتيجيك انفستر اللي هي الشركة أو المشغل الأجنبي، بالإضافة إلى شركات كويتية تمثل 40% ستيك، 10% راح تاخذها جهة حكومية، و 50% راح تطرح للاكتتاب العام حسب القانون اللي طلع من مجلس الأمة. وكم من المتوقع أن تكون كلفة هذا المشروع؟ متى موعد انتهاء؟ نعم، طبعا في يعني أنا ما أبي تريفيل أسرار، لكن تتراوح هذه أو هذا المشروع بيعني 2.5 إلى 3 بليون دولار أمريكي، يعتمد على حسب التسعير راح يحطه كل جروب أو كل مجموعة. فنتوقع إن شاء الله أن بشهر نوفمبر حسب التايم لاين اللي نوضع لهذا المشروع تظهر النتائج. لكن أنا يعني لأن يمكن هذا المشروع الأول من نوعه يمكن يكون في نوع من التأخير، لكن إحنا متفائلين أن الأمور راح تمشي حسب البلان اللي وضع لهذا المشروع الضخم بالكويت. وما هو دور البنك الوطني؟ طبعا أنا سعيدة اليوم أقول إن إحنا طبعا لنا دور قيادي مع بنوك أجنبية في توفير التمويل المطلوب. طبعا إحنا أصدرنا الكفالات الأولية للمجموعات هذه، مثل ما قلنا خمسة، إحنا صدرنا لأربعة الكفالات الأولية اللي يعني تأهلهم للدخول بهذا المشروع، بالإضافة إلى كوميتمنت لتر انعطت لهذه المجاميع بخصوص التمويل إذا فازت أي مجموعة. طبعا إحنا شاركنا بنك الخليج هو جزء من هذا التمويل، بس إحنا كان يعني لنا دور قيادي مع البنوك الأجنبية. لكن خليني أذكر أن في نوع من الحماية كمان للأونر اللي هي وزارة الكهرباء، هي وجود الاي سي ايز اللي هي مهيئات الضمان للاستيراد الدولية لمختلف الدول مثل اليابانية والفرنسية وغيرها، فهذه تعطي نوع من الكومفورت والضمان للأونر اللي هي وزارة الكهرباء. أنا طبعا بودي أني أحكي بتفاصيل، لكن للسرية طبعا كما تعلمين إحنا لازم نقوم بتوقيع confidentiality agreement عشان to access المعلومات المتوفرة في هذا النوع من المشاريع، لأنها تضم يعني بيانات حساسة وأرقام دقيقة وconfidential، لأن هي من ضمن الباكج المقدم للبي تي بي.
ومتوقع أنه ينتهي الانتهاء من المشروع تنفيذ المحطة في أي عام؟ طبعا هذا في 3 سنوات اللي هي الكونستراكشن وبعدين تبدا عمليه الاوبريشن اللي هي بقى تبدا منها اللي هي عمل الكونسيشن لفتره الامتياز ال 40 نعم عام. نعم نعم فيعني نتمنى تكون هذه بدايه المشاريع العملاقه الضخمه اللي نشوفها بالكويت. وكما ترين يعني البنك الوطني عنده كل الاستعداد والرغبه بالتمويل، واهم واكبر دليل اللي هو تقديم الكفالات والكوميتمنت بالتمويل للجروب الفائز إن شاء الله.